بحال رشيد الولاعة الثاني، بحال سعيد الناصري اللي جاي في الطريق. المهم باغيين غدا وبعد غدا يبداو يزوجوا الرجال مع بعضياتهم والعيالات، داك الشيء اللي عمره ما كان تاريخ. شنو هاد المصيبه هادي؟ والرجال والعيالات ما كيتفاهموش، عندك رجال مع رجال، هاد المصيبه واش هادو سخط عليهم الله ولا ما؟ يلا جوني دابا نقول لكم شنو طاري. هو ولد الحرام جالس في الدار اصلا، ما مشى ما دار. اذا كنقول لكم مرحبا بكم في الحلقه 22 من حلقات اسطنبول باي نايت، اللي خلال هذه الحلقه غادي نتكلموا على مجموعه من النقاط الخطيره، وغادي نبداو من طالوني اللي خرج كيهدد بانه سيقوم بتسريب فيديو خطير للفنان سعد المشرد. كذلك غادي نتكلموا حول عصابه بطلها الطنجاوي اللي تكلمنا عليه في حلقه سابقه، اللي كيقوم بتنظيم حفلات سريه، وغادي نقتحموا الشقق المفروشه، وغادي نشوفوا مره اخرى ماذا يقع في عالم الليل. كذلك مبالغ مالية مهمة مقابل حذف الحلقة 21 من حلقات اسطنبول باي نايت، غادي تعرفوا معنا التفاصيل أكثر. كذلك غادي نتكلموا حول طالوني اللي أعلن عبر فيديو كيقول بأن الفنان سعيد الناصري يستعد للقدوم عنده لإسطنبول باش أنه يدير عملية تجميلية. في آخر نقطة غادي نتكلموا حول فيديو مثير للجدل لزوج الفنانة دنيا بطمة، والموضوع الذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي كيخص موضوع الطلاق. إذا الإخوة الكرام لا تنسوا الضغط على زر لايك، تشاركوا الفيديو على وسائل النطاق، وما تنسوش باش أنكم تتبعوا معنا السلسلة للأخير، تنخرطوا معنا في القناة. وكالعادة كنقول لكم مرحبا بكم في الحلقة 22 من حلقات اسطنبول باي نايت، نتلقى مباشرة بعد الفاصل. إذا ونعود باش أننا نبدأ مباشرة الحلقة ديالنا للحديث حول هذا المدعو ديال صوفيا طالوني اللي حذرنا منه كم من حلقة سابقة في المسلسل ديال اسطنبول باي نايت، وقلنا بأن الشخص هذا مجند باش أنه يتحصل على مجموعة من الفيديوهات السرية الخاصة بمشاهير وشخصيات عمومية وناس اللي خدامين في الدولة وعندهم مناصب حساسة بزاف ديال البلدان، ماشي فقط المغرب. وإذا ما رجعتوا الحلقات ديالنا السابقة غادي تلقوني بأنني كنت كنقول بأنه في الأيام المقبلة هذا المدعو ديال صوفيا طالوني راه ممكن أنه يبدأ يسرب مجموعة من الأشياء الخطيرة إذا ما أحس بالضغط، وبالفعل ذلك هو اللي غادي يوقع. ونقرأ هاد السطوري شنو قال فيها، وهذا هو تهديد وابتزاز في نفس الوقت. قال: وصلني فيديو يوم 27 يوليو ديال واحد المغني كبير قريب يتزوج تيضرب واحد البنت سميتها سكينة، بنت مدينة الجديدة، سلخها بالعصا في دار ديال الترقاوي في مدينة كازا. البنت قالت ليه ديكلاري بي، قال لها ما عندك ما تصوري مني، مهم سكينة اختي الفيديو اللي تيضربك فيه راه موجود عندي. وانا باش كتذكروا قلت لكم بان الشخص يعتبر بنك ديال الفيديوهات السرية. قال لها الفيديو اللي كيضربك فيه اجي عندي تواصلي معايا نصيفطو لك، وسيري قدمي به شكاية، راه ما عندنا السيبة في البلاد، ولعل الاقل طلبي تعويض. وردوا معايا البال النقطة الأخيرة اللي قال تصوير من واحد كان معاكم في الجلسة العهرية. هنا كيقول بأن التصوير ديال هذا الفيديو ديال سعد المجرد هو كيضرب شي بنت أنه كان من شي واحد كان جالس معاهم في هذه الجلسة. وهنا نفس الحدث اللي غادي يوقع، داك الشيء اللي قلناه في الحلقة 21 من حلقات اسطنبول باي نايت، منين تكلمنا على داك الطنجاوي، منين خرج صوفيا طالوني قال بأنه منين جا لتركيا، منين جا لاسطنبول، توسط له شي واحد وجاب له شخص اللي غادي ينعس معاه، ومنين داه داك الوسيط لديك الشقة المفروشة كانت مجهزة بالكاميرات، وخرج كيهدو كيهدد الطنجاوي وكيقول له بأن كاين فيديوهات سرية ديالك منك تي كتمارس ممارسات اللي كانت شادة. هنا بلغة أخرى نرجع الكلام اللي كنا كنقولوا شحال هذه، بأن عنده الأدرع ديالو بنات الليل والمثليين طبعا اللي منتشرين في مجموعة من دول العالم، خصوصا الإمارات، المغرب، إسطنبول، منتشرين في كل مكان، واللي بطبيعة الحال عندهم التعليمات ديال الطالوني اللي باش أنهم يجيبوا له فيديوهات سرية ديال مجموعة من الضحايا، اللي حتى أنه إذا ما ابتزهم كتكون يعني أرباح مادية اللي هي كبيرة باش هكذا كيستغلهم. هنا كما قريتوا معايا الإخوة الكرام في ستوري كما قرينا، هو مشى له لنقطة الضعف ديالو بالحكم أنه عارف بأنه متابع قضائيا في فرنسا في القضية المعروفة ديال سعد المجرد، فجاب له القضية الثانية بأنني عندي الدليل عليها. والإنسان إذا ما كانت عنده قضية حساسة أمام القضاء وأنت كتقول له بأن عندي عليك فيديو يثبت عليك، كيثبت عليك داك الشيء اللي كاين في القضية ديال فرنسا، فهنا غادي تكون المصيبة أكبر وأكبر، غير باش تفهموا
الخطوره ديال الشخص اللي كنتكلموا عليه. حنا ما نتكلموش في الواقعه والصحيحه او الغلطه ديال هاد البنت اللي كتضرب واللي هو عنده الفيديو ديالها. ما غاديش ندخلوا في كل هاد المعطيات، ولكن حنا اللي بغينا نوضحوا لكم مره اخرى بان الشخص يستهدف المشاهير، شخصيات عموميه، شخصيات اللي عندهم مناصب اللي هي حساسه، وترقبوا انه ما غاديش يحبس حدنا لان الشخص يتبين بان لا يستفيد الدروس وغادي مستمر في هذه الافعال الصبيانيه ديالو. غادي تشوفوا بانه غادي في الايام المقبله غادي يخرج كيبتز بنفس الطريقه. كذلك ما نساوش الاخوه الكرام، منين كنتكلموا دائما كنا كنتكلموا حول العمليه التجميليه اللي كيمشيو الناس يديروا عند هذا الشخص واللي كتنتهي بالفشل، لانه بكل بساطه مستثمر في اطباء اللي ما عندهمش الكفاءه اول شيء، واللي كيديروا عمليه تجميليه اللي كياخذ فيها هو واحد النسبه اللي هي كبيره من ديك المبالغ اللي كتدفع مقابل ديك العمليه التجميليه. وشفنا المصائب اللي خرجت في الفم ديال الناس، راه لدرجه انني شفت فيديوهات ديال ناس طاح لهم الفم كامل، داك الفم كامل اللي صايبو تقسم على جوج وطاح. واحد الحاله، واحد الفيديو وصلني مؤخرا خطير. هنا غير باش تفهموا الخطوره ديال الاشياء اللي كنتكلموا عليها. وحتى الطبيب ملي كتمشي انك تصلح عنده ما افسده طاروني في الفم ديالك او في الصحه ديالك، ما كيقبلش انه يتدخل في مثل هاد الحالات. وهنا باش كتكون الاثار السلبيه على الشخص اللي كيمشي عند هؤلاء كتكون جد خطيرة وخطيرة، والعواقب ديالها كتكون غير محمودة. فما بالك حينما نتكلم مثلا على أن فنان مغربي معروف اللي كيقول لنا صوفيا طالوني عبر سطوري بأنه جاي عنده لإسطنبول من أجل عملية تجميلية. نسمعوا الفيديو. سيكون عندك الدكتور شاطر اللي عارف يزرع لك اللحية ولا يزرع لك الشعر بحال رشيد الولاع الثاني بحال سعيد نصري اللي جاي في الطريق. المهم علينا، كلهم ان شاء الله يدوزوا صوفيا استيتيك. شوفوا الحمد لله انا بحال سعيد الناصري اللي جاي في الطريق وكلهم غادي يدوزوا عند صوفيا طالوني. هنا يتأكد من راسو انهم غادي يدوزوا عند صوفيا طالوني. هنا الغريب في الامر ملي كنتكلموا مثلا حول فنان مغربي اللي كيدوز في التلفزه في الاذاعات الوطنيه ومعروف كيتبعوه المغاربه، واش من المنطقي ومن المعقول ان هذا الفنان اللي متبعينه المغاربه كاملين انه غادي يمشي عند شخص اللي عليه مذكره بحث وطنيه في المغرب؟ هذا رقم واحد. رقم جوج، واش من المعقول ومن المنطقي انه يمشي عند شخص اللي معروف بالابتزاز بالسب والقذف ديالو الناس، معروف بالتجار في البشر؟ واذا شي واحد عنده الشك في هذا الشيء يرجع للحلقات ديال اسطنبول باي نايت اللي حطينا كل شيء بالدليل. نقطه اخرى، واش من المعقول ومن المنطقي ان شي واحد من الفنانين المعروفين انه يمشي عند شخص الذي اساء للملك، اساء للوطن، اساء للمغاربه، ما خلى حتى شي واحد في افتقار من جميع شعوب العالم الا وكيستهزئ بهم او لا كيسبهم؟ كل هذه زعما هاد النقاط اللي ذكرتها كتخلينا نعيدوا التفكير في هذا الكلام اللي كيقول هذا الشخص، وكتخلينا مره اخرى نطرحوا السؤال، واش سعيد الناصري غادي يمشي بخاطره عند هذا السيد او لكاين شي حاجه اخرى؟ كتبقى علامه التعجب صراحه تطرح في هذا الموضوع. ديالي الكبار 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 اللي كنفتخر بهم كيقولوا لي صوفيا حنا كنجيو عندك ماشي شغلنا في المود ديالك، انا كنعرفك كشخصيه امان وصدق وثقه، انا تنجيو عندك حنا ماشي شغلنا انك انت كدا ولا انت كدا، هذاك الشيء بينك وبين سيد ربي، انا كنجيو عليه وتخدم. يعني ملي كتقول تجميل او تقول زراعه الشعر او تقول هوليود سمايل في تركيا، على طول كيجي في بالك صوفيا استيتيك، على طول كيجي لك في بالك النصاب صوفيا طالوني. كيقول هو بان الناس الكبار اللي كيجيو عنده كيسطر على الكلمه ديال الكبار، ما كيهمهمش الميول ديالو. الا ما كانش كيهمهم الميول ديالك فتا شي واحد ما تكلم على الميول ديالك، رغم ان فيها شك ووضحنا هذه النقطه هذه. زيد على ذلك ان المشكل ماشي في الميول، المشكل في الافعال والافعال الاجراميه اللي هو كيمارسها عبر السوشيال ميديا، واللي كتعتبر الخطر الامني رقم واحد عبر العالم بما انه هدد مجموعه من الشرائح ديال الناس. ملي كنتكلموا مثلا على المثليين، ملي كنتكلموا على مشاهير، ملي كنتكلموا مثلا هو السطوري اللي حط مؤخرا، هادشي غير ان الناس كتكلم وكتستنكر الافعال اللي هو كيقوم بها ومازال مستمر في الاشياء اللي طبعا هو غادي فيها. اما الان الاخوه الكرام غادي نمروا لموضوع اخر حينما يتعلق الامر بالعنوان اللي اعطيتكم في بدايه هذه الحلقه، مبالغ ماليه مهمه مقابل حذف الحلقه 21 من حلقات اسطنبول باي نايت. هنا كتبت لكم في الحلقة السابقة الشخص الذي يبحث عنه جميع المغاربة واللي داير ضجة، واللي بسببه كنشوفوا ديك الضجة ديال الشكوحة والنزار من مدينة لمدينة وديك الفوضى، وكنشوفوا كيفاش المغاربة ما عاجبهمش داك الشيء والفضيحة اللي كانوا داروا في الأيام ديال كورونا، والخرق ديال القانون والمطالب ديال المغاربة بتطبيق القانون
وكل هذه الاحداث اللي صراحه عشنا قلت لكم بان البطل ديالها كان واحد الشخص اللي كان كيمول هذه الاحداث بالفلوس، هو اللي كان واقف وراء كل هذه الاحداث. وهنا كيتعلق الامر بالطنجاوي اللي تكلمنا بان صوفيا طالوني صيفط له واحد المثلي اللي كان جالس معهم في جلسه اللي كان فيها الشراب وكانت فيها مجموعه من الامور في شقه مفروشه ومغلق، وصوروا هاد الطنجاوي بحكم انه كيعطي الفلوس بكثره باش انهم يحطوه تحت الابتزاز. وحنا كنا ذكرنا كيفاش ان هاد الطنجاوي كان استهزأ بدون اي سبب، كان استهزأ بالبرنامج ديالنا رغم اننا احنا ما جبدناش. كنا طرحنا واحد السؤال في واحد الحلقه وقلنا بان الشرطه خاصة تحقق من اين له كل هذه الاموال اللي كيتقدر المبالغ اللي كيخسرها خلال كل 24 ساعه ما بين 50-60 الف درهم اللي كيخسرها على المشاهير. المشاهير كيخلص عليهم فلوس المازوت، فلوس لوطوروت، الاكل والشرب ديالهم، التنقل ديالهم، كل حاجه تقدر تخطر لكم على بالكم الا وكيخلص عليهم. والمقابل اللي كيقلب عليه هذا الشخص هو البحث عن الشهره بطريقه اللي هي غير مسؤوله وبطرق اللي هي لا اخلاقيه. وكنا تكلمنا على كل التفاصيل اللي كتوقع ديك داخل ديك الشقق، الغبره، الشراب، واشياء اللي هي خطيره. فشنو غادي يوقع؟ هاد نفس الشخص اللي تكلمنا عليه اللي قلت لكم بانه كان استهزأ بالبرنامج ديالنا غادي يجي عندي في الخاص عبر الخاص وغادي يقول بان كنعتذر منك اول حاجه لان ربما استهزأت بالبرنامج ديالك وربما واحد سوء فهم، وانا راه جيت نوضح لك بان الاموال اللي عندي او الثروه اللي عندي راه المصدر ديالها هو الورث اللي ورثت على الاب ديالي. وثاني حاجه راه كنطلب منك لان داكشي اللي قلتي في البرنامج واللي ناقشتي ديال صوفيا طالوني راه ممكن يوصل دارنا وكذا، فكنطلب منك حذف الحلقه والمقابل غادي نصيفط لك الفلوس والاتعاب ديالك. ففقط حذف الحلقه ونتمنى انك تستجب لهذا الطلب هذا وغادي تكبر في عيني. بل والاكثر من ذلك غادي يجي الشخص اللي صيفطو صوفيا طالوني باش انه يقوم بتصوير هاد الطنجاوي هذا، وغادي يجي عندي في الخاص وغادي يرسل مجموعه من الاوديوات المسجله اللي مازال كنحتفظوا بها، وغادي يقول وغادي يطلب حذف الفيديو وغادي نصيفطوا لك الفلوس. والاوديوات هي موجوده كاينه عندي يعني في الهاتف وجميع المحادثات مسجله. شنو هي الدلاله ديال هاد الاحداث اللي وقعت مؤخرا بان كل الاشياء اللي تكلمنا عليها هي صحيحه؟ لان لو ما كانش انها صحيحه وكانت خطا الانسان غادي يلجا للقانون وما غاديش يجي يقول لك غير حذف وانا نعطيك الفلوس، غير حذف وانا معك. ثاني حاجه كاين واحد الاشاره ديال الغباء اللي هي كبيره بزاف، لان هذا الشخص هذا ربما تغلطنا ليه مع الشكوحه، يعتقد بان راه كل شيء يشرى بالمال. انا هنا باش قلت لكم ربما تغلطنا ليه مع الشكوحه، هو لو انه خدم عقله واحد شويه لو اننا حنا كنتشراو بالفلوس ما كناش غادي نتكلموا على طالوني في سلسله من الحلقات. لا هو طالوني كندخل وعطى الفلوس وسدينا هذا البرنامج، ما غاديش نستمروا حتى الحلقه الاثنان والعشرون. انا كون فكر غير واحد شويه عزيز على ذلك الاخوه الكرام، الكلام دابا غادي يكون عندي مع السلطات ديال مدينه طنجه، السلطات ديال مدينه طنجه، لان من المستحيل اليوم حنا حضرنا في الوقيته ديال الوباء ملي كان الوباء انتشر في المغرب وكانت كل هذه الاحداث كتوقع، خرق ديال حاله الطوارئ، عدم احترام المشاعر ديال المغاربه، كنا كنحضروا. بينما في جانب اخر في واحد العالم اخر اللي هو مظلم ديال عالم الليل، واحد الناس جالسين كيخرقوا القانون واخدين الراحه ديالهم. بل والاكثر من ذلك اننا تحدثنا بان هذا الشخص هذا كيخرج فلوس صحيحه 8000 درهم 9000 درهم اللي كتعطى للشخص اللي هو مشهور كيجمعهم وكيديروا الفوضى على السوشيال ميديا، مما كيعطي احساس عند المواطن المغربي بعدم وجود الامن والامان في المغرب وعدم وجود القانون بشكل هو عام. فهنا كنتكلم مباشره مع السلطات بمدينه طنجه، هاد الشخص انا تحدثت بان كاينه امراه اللي كتسربي له الغبره، وهذا الشيء هذا وقع عبر ايام وسنوات اللي هي طويله، الاستهلاك ديال الغبره عندهم جاري به العمل في شقق اللي هي مفروشه، فيديوهات مصوره تسجلات وترسلات وتنتشرات عبر هاد التطبيقات ديال المراسلات الخاصه، الفيديوهات كاينه يعني منتشره بكثره. زيد على ذلك هاد المساله ديال الفلوس اللي بغى يقدمها هاد الشخص باش انه يخفي هاد الحقيقه، فهي كدل مرة أخرى بأنه ربما يرشي أشخاص اللي كيشتغلوا في السلطة، وهذا ما سيتأكد مني غادي نتكلموا على هذه المدعوة ديال كروفيطا، وهنا غادي يكون الأمر أخطر بكثير الإخوة الكرام، هنا الأمر غادي يكون أخطر بكثير. هذه المدعوة ديال كروفيطا اللي هي أيضا الهدف ديالها الوحيد والهدف ديال الأسماء شنو هو؟ هو البحث تكون مشهورة. وطبيعة الحال حنا ما ذكرناش الاسم ديالها باش ما نحقوش ليها
الرغبة ديالها أنها تكون مشهورة لأنها هي كتبحث على هذا الهدف بأي طريق بأي طريقة من الطرق. هاد السيدة متورطة في بزاف ديال الأمور، عليها العديد من الشكايات. واحد الوقيتة جات أنها غادي تدخل المغرب، والكل كان يتوقع بسبب الأفعال الإجرامية اللي كانت تورطت فيها بأنها غادي تشد في المطار. منين غادي تدخل السيدة مباشرة دخلات تشدات في المطار. منين تشدات في المطار بمن غادي تتصل؟ شكون الشخص اللي عنده النفوذ؟ شكون الشخص اللي عنده الفلوس؟ هادشي اللي كنقول لكم ماشي كلام من فراغ، هادشي كلام مسجل بالفيديو وبشهادة من؟ بشهادة هاد الطنجاوي بفمه وبشهادة هاد السيدة كروفيطا. منين تشدات ربعة السوايع في المطار، هادشي كنتكلم لكم في المغرب، تشدات ربعة السوايع في المطار اتصلت بهاد الطنجاوي، جات لعندها هو اللي غادي يفكها وهو اللي غادي يخرجها. وهنا منين غادي يخرجوها الاخوة الكرام باش نحطوا النقاط على الحروف، غادي يدير ستوري شاد الهاتف بهذه الطريقة وكيفتخر يفتخر وكيقول ان السيدة راها تشتت وانا جيت وخرجتها. وهي كتقول انا سجلت الكلام ديالهم لانني ما بغيتش نبت الفيديو، ولكن غادي نشوف اذا ما تحركت السلطات في مدينة طنجة في هذا الموضوع هذا غادي نقوم ببث جميع الأدلة اللي كاينة واللي هما لغبائهم ناشرينها بيديهم على السوشيال ميديا. هي كتقول لولا كل ما كانش الطنجاوي جا عندي المطار كون راني مشيت فيها. وكتزيد تأكد بأن لولا المعارف ديالو هادشي بلسانها بعد ما قمت بتفريغ داك الفيديو، كتقول لولا أن المعارف ديالو يحرك التليفون غير بآلو لو كنت بقيت مشدودة. هاد التصريحات كتقال في المغرب، كتبت على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالفعل السيدة كتشهد بأنها تشتت ربعة السوايع في المطار وخرجت. ما كاين حتى شي تحرك ديال السلطات، بالعكس السيدة خرجت ودارت مجموعة من الأفعال اللي عاد غادي نتكلموا فيها خلال هذه الحلقة. ونرجعوا الآن للطنجاوي. الطنجاوي الإخوة الكرام اللي مشدود عليه فيديو من طرف صوفيا طالوني فيه ممارسة شادة مع شخص آخر مشدود عليه في الغرفة تما اللي مارس فيها داكشي. عزيز على ذلك احنا تكلمنا كيفاش كيجيب أشخاص الغرف مفروشة. هاد المشاهير اللي كيحضروا معاه يا إما كينعسوا معاه، أنا كنتكلم على علاقة رجل مع رجل كيخلصهم فلوس اللي كتكون صحيحة، كيحضر تما الشراب، كيحضروا الطباصل ديال الغبرة، وهاد المسائل كلها طلعت عليها بالصورة والصوت، كلها بالصورة والصوت. زيد على ذلك المسألة اللي كيقول هو بأن هادشي ورثته على الأب ديالي، أنا كنعرف بأن المال ديال الإرث راه كيمكن لك تحطه في البنكة. إذا كنتي أنت وارث على الأب ديالك شي حاجة الفلوس غادي تحط في البنكة، ماشي أنها تبقى في النوار، أموال غير شرعية كتحفظ في النوار. وهنا الكلام أنا كنت عطيت واحد الإشارة ديال أن كاين واحد النسيب ديالو اللي عليه كلام ديال التجارة في الغبرة، وهذا هو ما يؤكد بهذيك الغبرة اللي كنا شناها في ذوك الفيديوهات ذاك المجمع. هنا ملي كنتكلموا على هذه الامور هي ليست بالامور البسيطه، ملي كنتكلموا مثلا على الغبره كنتكلموا على الممارسات الشاده، كنتكلموا على كل هذه الامور، كنتكلموا على واحد اللي وقف بالتليفون ديالو وكيقول بانني جيت وخرجت هذه السيده هذه. لان كل هذه الاحداث اللي كتوقع وكتشوف بان السيد ما مشاش للحبس، كتلقى نزار في الجماعه يعني في لوسيرك اللي هو كيدور فيه، نزار مشى للحبس، الملولي مشى للحبس، الناس اللي الاموال يعني الثروه ديالهم متواضعه مشاو الحبس. هاد السيد اللي كيخسر الاموال الطائله احنا هي كنشوفوه مازال كيدور الى حدود هذه الساعه، وللاسف انه ما قاريش ها هو جعتنا وخلى الاوديوات وخلى المحادثات اللي للاسف ما فهمش الشباب بزاف الامور. من بعد ما دار الفيديو ديال الحلقه 21 دازت 24 ساعه مشى استشار مع شي حد قال له مسح دوك المحادثات راك قفرتيها، ملي خليتي المحادثه كتقول له غير مسح الفيديو غادي نعطيك المقابل المادي. فشنو دار؟ جا كيمسح جميع المحادثات اللي رسل ليا، هو لا يعلم بان المحادثه هو جالس كيمسح فيها هي كتسجل عن طريق الفيديو، ناهيك على الاوديو ديال الشخص اللي قام بالتصوير ديالو اللي جا كيرغب عليه. وحنا كل هادشي اللي كنقولوا هو مطالب بتطبيق، كنطالبوا بتطبيق القانون. و والإشارة الثانية فينا هما هاد الناس اللي كان خاصهم يديروا الخدمة ديالهم وما داروهاش وخلاو الوضع أنه وصل لهذا الحد، لأن هادو راه ماشي ناس مخبين في درب أو لا مخبين في شي بيت ولا شي حاجة، هادو راه ناس مشهورين على السوشيال ميديا والأفعال ديالهم كيصرحوا بها بطريقة اللي هي عادية جدا، طريقة اللي هي عادية جدا.
اذا هاد السيد هذا كنتكلموا ما كيحطش الفلوس ديالو في البنكه، الاموال كلها كتمشي النوار. التعامل بالغبره مثبوت بالادله بالصور والصوت ما فيهاش شك. المساله ديال انه قال بانني جيت خرجت السيده من المطار كانت معتقله بالصوره والصوت. اذا فينا هي هنايا السلطات ديال مدينه طنجه، وشنو حركات الاكثر من ذلك في الموضوع. زيد على ذلك هنا، لان شوف مادام ان السيد انا كاعلامي جيت تكلمت على واحد قال لي حيد هذيك وهكا الفلوس، اذا راه ممكن يقوم بنفس الشيء مع اشخاص اللي في السلطه اذا ما كانوا فاسدين. والمساله ديال انه باقي حر طليق الى حدود الساعه كطرح علامات استفهام، وربما دوز الايام ولقاو باقي حر طليق، وديك الساعات غادي نضطروا اننا ننشروا الادله، لانه من غير المعقول انه يكون القانون كيتخرق في دوله الحق والقانون. وكنشوفوا بان لا يحرك الساكنه حتى شي واحد في هذا الموضوع. حنا اذا ما تكلمنا على دول اللي ما كتحترمش راسها كنتكلموا مثلا على تركيا، الناس اللي كتجند، الناس اللي ربما كتصور ناس بحال امثال صوفيا طالوني واللي كتوفر لهم الحمايه، ولكن في المغرب هذه الامور غادي تكون غير مقبوله. الان غادي نمشيو نتكلموا حول هذه المذعوه ديال كروفيتال الاخوه الكرام، اللي ايضا الهم ديالها الاكبر هو المساله ديال البحث عن الشهره، لدرجه انها استعملت جميع الوسائل المحرمه باش انها توصل لمساله ديال الشهره، وغادي يوصل لحد الاتهام ديال دوك الملقبين بالشكوحه بالمساله ديال انهم تكرفصوا عليها، يعني الاتهام بجنايه، وغادي توضع شكايه، غادي دير بهم شكايه، وهذا الشيء كامل من اجل الوقوف امام المحكمه. وديك المساله ديال البوز المعروفه باش انهم يجلبوا الاضواء باي طريقه من الطرق، وتبقى الصحافه غاده جايه عندهم للاسف. هاد السيده اللي قلت لكم بعد ما غادي تدخل المغرب غادي تشد، غادي تعاود تخرج من المغرب، وما غادي تخلي في المغرب بواحد الكلام، الاساءه للقضاء، الاساءه للمؤسسات، الاهانه ديال رموز ديال البلاد. ما خلات ما قالت في القضاء، ما خلات ما قالت على المغرب، قالت على المغرب بانه البلاد ديال الرشوه وبانه البلاد ديال السيبه، وقالت امور اللي هي خطيره، وبدات كتهدد في الكلام ديالها بان هي ما غاديش تلجا للقانون المغربي، بان هي غادي تلجا للجهات اللي هي اجنبيه، غادي تلجا للجهات اللي هي اجنبيه، وبدات كتقوم بالاشاده بالصحافه الاجنبيه اللي تكلمات على الموضوع ديالها واللي حطاتها كضحيه في الموضوع. وهنا مشينا نقلبوا على الصحافه اللي تكلمات عليها، لقيناها بانها جريده كتنتمي للبوليزاريو. هنا باش نتكلموا مع سلطات مدينه طنجه باش يفهموا الموضوع اكثر. وهاد السيده ملي مشينا قلبنا عليها اكثر لقيناها بانها كانت عندها علاقه مع واحد الهاكر مصري اللي كانت كدير معاه ممارسات عبر اتصال بالفيديو، كانت كدير معاه ممارسات بالاتصال بالفيديو، وتسربات هاد الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي. زيد على ذلك هاد السيده عليها العديد من الشكايات. زيد على ذلك هاد السيده اللي كتكلم وكتقول بان هاد الشكوحه تكرفصوا عليها كتقوم بممارسات جماعيه امام الابناء ديالها الصغار اللي كيكونوا معها داخل الشقه، وكتكون تما ممارسات جماعيه اللي كيحضروا لها اطفال. ملي كنتكلم على ممارسات جماعيه كنتكلم على 4 ديال الاشخاص 5 ديال الاشخاص كيمارسوا في ان واحد قدام الاطفال قدام الوليدات ديالها. واش ملي كنتكلموا على بنت او امراه بهاد المواصفات واش غادي تكون في نظركم ضحيه ديال المساله ديال الاعتداء، يعني شي واحد تكرفص عليها؟ وما نساوش بان هذا الهاكر المصري اللي كانت هي مصاحبه معاه كان كيسب جلاله الملك، وكان كيسب الرموز ديال البلاد، وكان شخص اللي هو معادي للمغرب بشكل اللي هو، يعني هاد السيده فيما كاينه شي حاجه اللي عندها شي عداوه لا من قريب ولا من بعيد مع المغرب كتلقاها هي كتقرب لها. تكلمت على الصحافه ديال بوليزاريو، كتطلع في لايفات مع ناس اللي كيسيئوا المؤسسات ديال البلاد، كيسيئوا القضاء، كيسيئوا جميع المؤسسات ديال البلاد، كتمشي عند الناس اللي كيسيئوا مره اخرى للرموز ديال البلاد، كتلقى كيجي عند الطنجاوي كيخرجها من عند الامن ديال المطار بطريقه اللي هي سلسه ولا اكثر من ذلك. والحماقه ديال هاد الناس هذو اللي كيشدوا من عندهم الفلوس باش نعرفوا بان هاد الناس ما كيستاهلوش هاد المناصب، ويجب الضرب بيد من حديد. الناس اللي لان تا اللي عايش الرشوه ربما راه كيكون عنده واحد شويه ديال العقل، ربما انا كنقول ربما، اما اللي كيشد الرشوه ما عندوش العقل في خطره، ولكن داك الشويه اللي عنده راه غادي يخدمه. فهاد السيد خرجت السيده من المطار وراه مباشره فضحهم امام المطار، وحنا غادي نشوفوا اذا ما كان شي تحرك فهاد الشيء هذا، يعني فهاد الفضيحه هذه راه غادي ننشروا كل هاد الاشياء يعني في الحلقه المقبله، ما عندناش المشكل بما انه اشياء نشرت
على مواقع التواصل الاجتماعي. وما ننساوش انها منين خرجت من المغرب هاد القضيه عاد يعني عاد شفتها في النقط اللي سجلتها كنت كنتصنت لذاك اللايف. حنا نخليو المساله ديال اهانه المؤسسات والسب والقذف في البلاد اللي دارت. قلت بان عندي واحد الكلام خطير على المغرب خليوني ساكته، انا كنفضل السكوت. وشويه كتقول انا غادي نفرقع الرمانه، يعني هاد السيده شنو هنايا؟ واش كتهدد ولات كتهدد دوله باكملها؟ يعني كل التصريحات كانت واضحه على مواقع التواصل الاجتماعي، والسلطات ديال مدينه طنجه كتحمل المسؤوليه الكامله في كل هاد الاحداث اللي كتوقع. كتحمل المسؤوليه الكامله في كل هاد الاحداث اللي كتوقع. والان الاخوه الكرام نمشيو لموضوع اخر، بما اننا شفنا مؤخرا الخرجه المثيره للجدل ديال عبد الاله بن كيران. استمعوا لها ثم نقوم بالتعليق. انتم شغلكم ديروا اللي عليكم، راه هذه مسؤوليه امام الله، هذه مسؤوليه امام المجتمع، هذه مسؤوليه امام جلاله الملك، مسؤوليه امام التاريخ. انا نقول لكم باش غدا وبعد غدا تبقى الاسر ديالكم مستقره، المغاربه الاسر ديالكم مهدده. دابا راه هما جالسين كيوزعوا الادوات المدرسيه بالالوان المثليه، راه كاين حمله في العالم كله باش قال لك الاولاد يبدا يحاولوا يقريوهم بحال البنات. واش هذا الشيء دابا في راسكم نتوما في راسكم؟ غيبداو يعلموا الدراري الاولاد يجيبوا الصايع والبنات يجيبوا السراول، وهذا الشيء هذا غادي في واحد الاتجاه، وباغيين غدا وبعد غدا يبداو يزوجوا الرجال مع بعضياتهم والعيال. داك الشيء اللي عمره ما كان تاريخ، الشذوذ الجنسي كان ولكن ما عمره كان الزواج بين الرجال. شنو هذه المصيبه هذه؟ والرجال والعيالات ما كيتفاهموش، عندك رجال مع رجال، هذه المصيبه. واش هذا سخط عليهم الله ولا ما؟ دابا هذا الكلام الاخوه الكرام جانا من مسؤول سياسي اللي من المفروض فيه يتكلم على الاوضاع الخطيره اللي ربما كيدوزوا منها مجموعه من المغاربه، خصوصا حينما يتعلق الامر بغلاء الأسعار، الدخول المدرسي، ومجموعة من الأشياء اللي من المفروض أنه يتكلم ويواكب ربما المعاناة أجيال المواطن. كيتكلم في أمور اللي هي فارغة ويتكلم حول المثلية. وأنا على حد علمي من مشيت بديت كان يعني درت واحد البحث، قلبت في الكتب ديال بعض الحكماء، قلبت حول هذه المسألة ديال المثلية، لقيتها كتنقسم لجوج ديال الأنواع. كاين المستوى الأول ديال المثلية، هو داك المستوى العادي اللي الإنسان كيكون عنده واحد التوجه جنسي، وكاين داك المستوى العالي من المثلية، ماشي ما عندوش علاقة بالتوجه الجنسي ولكن عنده علاقة بالتفكير. وهو الإنسان ملي كيستغل الدين وكيتمسكن حتى كيتمكن وكيولي كيضحك على المغاربة، هذا مستوى عالي جدا. هادشي قريته الإخوة الكرام في الكتب ديال بعض الحكماء. وأنا نعاود نقول من المفروض في هذه الأثناء الإخوة الكرام أنه يكون الحديث حول الظروف القاسية اللي كيمروا منها المغاربة حينما يتعلق الأمر بغلاء أسعار في مجموعة من الكتب والمسائل اللي كيحتاجوها التلاميذ من أجل الدخول المدرسي والمعاناة ديال المواطن البسيط، اللي من المفروض هاد الناس اللي باعوا وشروا باسم الدين أنهم يتكلموا في هذا الموضوع. ولكن احنا نخليو هذا الموضوع جانبا ونكملوا مع السي عبد الإله بالكيران اللي كيتكلم حول المثلية. احنا طبعا احنا قلنا بالنسبة للمسألة ديال المثلية لازم أنه يكون حوار، رغم أن المسألة كيتعطاها أكثر من حجمها، ولكن إذا ما كان حوار متواصل مع الأبناء ديالك راه ما عمرهم غادي يمشيو في شي سكة اللي هي خاطئة. ولكن إذا ما كان التواصل منقطع مع الأبناء ديالك ما كتواصلش معهم، فربما توقع أشياء التي لا تحمد عقبها. اللي في حين الإخوة الكرام أنا ملي كنقول لكم بأنه وجب على الشخص أنه يتكلم حول معاناة المواطن البسيط، كنلقاوه أن الشخص اللي كيلهينا بموضوع اللي هو بعيد كل البعد عن المعاناة اللي كيعيشها المواطن في هذه الأثناء، كنلقاو بأنه شخص عنده راتب شهري جد ضخم، كنلقاو عنده سيارة فخمة اللي تعطاته خاصة، كنلقاو عنده سائق خاص، كنلقاو عنده حارس شخصي. في آخر المطاف كون واحد الثروة، ملي كتسولو كيقول لك والله العظيم بأن الفلوس اللي عندي هي الله كفتني أنني نصلح واحد الكوزينة. وأنا كنتمنى صراحة من شخص اللي عنده هذه المواصفات وعنده الثروة وعنده سائق خاص وسيارة خاصة وراتب شهري ضخم، على الأقل شد واحد شوية كما أمرنا الدين ديالنا، واحد شوية من ذوك الفلوس وشري بهم كتب مدرسية الناس اللي هي محتاجة، وشري لهم كتب مدرسية أسود وأبيض يعني سون كولور، يعني ما يكونش فيهم تقع الألوان، ودير لنا هذه المبادرة صورها لنا، غادي تكون أفضل من هذا الكلام الفارغ اللي خرج على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. فرنسا دابا راه حوالي 140 150 امراه رسميا كتقتل فرنسا بهذا الشيء. حنا الحمد لله واخا عندنا حتى حنا هذا الشيء، ما عمرنا وصلنا لهذ الارقام ولا شيء. ولهذا يا اخواني المغاربه واخواتي المغربيه في كل مكان حيث ما كنتم، في المدن، قرى، جبال، بوادي، فيما كنتم، فيقوا من النعاس.
كاين اللي يقول لي دابا هذا راه ليس كلام فارغ، انا شفت عبر التعليقات كاين اللي يقول لي هذا الشيء اللي قال راه ماشي كلام فارغ، راه عنده الصح. نعم عنده الصح، ولكن هذا ماشي هو الاولى اللي كننتظروا من مسؤول سياسي اللي كانت عنده مكانه اللي هي كبيره، وخصو يواكب الهموم ديال الشعب المغربي، يتكلم في امور ربما يعرفها الجميع، يعرفها الجميع. وحنا قلنا بان لتفادي كل هذه المشاكل نفتحوا حوار مع وليداتنا، وما عمرنا نتوقعوا اننا نشوفوا شي حاجه خايبه معهم. يعني المساله بسيطه جدا، انسان عنده ثروه حتى انه اذا ما بغى يتكلم يساعد الفقير، يقدم يد المساعده، ولكن الالهاء بالكلام الفارغ انا ما كنشوفش عنده فائده، خصوصا ملي تكلمنا على المستوى العالي ديال المثليه اللي سمعتوا معنا قبل قليل. نمشيو الاخوه الكرام نشوفوا الفيديو الذي اثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك بدينا كنشوفوا شي امور اللي هي غريبه اللي كتوقع واللي ما عندها حتى شي تفسير. انا على حد علمي بان اللي من المعروف العلاقات الزوجيه ربما في بعض الاحيان كنسمعوا المراه كتخرج من بيت الزوجيه وكتمشي لدار باها، ففي بعض الاحيان داك الخلاف اللي كان بين الزوج والزوجه كتولي تقلب الزوجه انها ترجع للدار ديال الزوج، ولكن ما عمرنا سمعنا بان الزوج كيخرج من بيت الزوجيه يطرد من بيت الزوجيه وكيولي يستعمل طرق اللي هي ملتويه باش انه يرجع لبيت الزوجيه، حتى اذا ما اضطر انه يوضع الزوجه ديالو تحت الضغط بالخرجات الاعلاميه المتكرره المرفوضه واللي كتمس بالمسار الفني ديال الزوجه ديالو. نشوفوا الاخوه الكرام الفيديو. يلا اجوني دابا نقول لكم شنو طاري. هو ولد الحرام جالس في الدار اصلا، ما مشى ما دار، شمر على يده هكا وقال انا ما بغيت والو، انا الله يعطي دين امك العذاب. مغاربه وكلكم كتعرفوا القوالب المزيانه ديال المغاربه بلا ما نقولها، كلكم كتعرفوا القوالب المزيانه ديال المغاربه. سمعتوا الاخوه الكرام، هذه كانت مقتطفات فقط من واحد لايف اللي هو طويل اللي داروا على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي كان الحديث كله حول هذه المساله ديال الطلاق. انا كنعرف بان العلاقه الزوجيه هي علاقه اللي هي خاصه، والخلافات كتبقى خاصه يعني بين الازواج، ما خصهاش تخرج على مواقع التواصل الاجتماعي. والسيده يعني دنيا باطمه ملي كتخرج في الصحافه كتقول بانه موضوع خاص ما بغيتش انني نتكلم عليه، والسيد للاسف كيوقع في واحد التناقض، كيقول انا كنبغي الزوجه ديالي، وفي نفس الوقت السيده اللي كيبغيها كيضرها انه كيخرج لها الحياه الخاصه اللي هي كترفض تخرج للصحافه، هو كيخرج كيدير فيها لايفات ويبدا يقول مجموعه من الامور باش هكذا يحطها تحت الضغط باش انها ترجعوا لبيت الزوجيه. شوفوا معايا الغرابه ديال اخر الزمان الاخوه الكرام اللي وصلنا له، وحنا كنقولوا للبيوت اسرار، والسيده كترفض انها تخرج الحياه الخاصه ديالها، والزوج بدا كيستعمل هذه الطرق يحط الزوجه ديالو تحت الضغط لانه يعلم جيدا بانها متبوعه من طرف الصحافه والاعلام، فكيحطها تحت الضغط باش هكذا بطريقه او باخرى يعني تبغي انه يحبس مد الخرجات الاعلاميه وترجعوا لبيت الزوجيه. فخليوا لي الاراء ديالكم حول هذه القضيه اللي ما غاديش نتكلم فيها صراحه بزاف، تكلمنا في الامور اللي كانت عندنا مهمه فيما يتعلق بعالم الليل. اذا الاخوه الكرام كنتم معنا في الحلقه 22 من حلقات اسطنبول باينات، كنضرب لكم موعد في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله.